سورية ألهمت الكثيرين في هولندا ليتم اختيارها كأفضل قادمة جديدة إلى هولندا، متفوقة بذلك على الكثيرين من القادمين الجدد. فما هي قصتها؟ في النسخة الثالثة من مسابقة أفضل القادمين الجدد التي تقام في العاصمة الهولندية أمستردام، حازت اللاجئة السورية هناء مكية والبالغة من العمر 29 عاماً، حازت على لقب أفضل قادمة جديدة لعام 2024 في هولندا عن فئة رواد الأعمال، وتم اختيار هناء للفوز بذلك اللقب دونا عن غيرها من الكثيرين لتأثيرها القوي في المجتمع. فهناء منذ أن وصلت إلى هولندا في عام 2015 وهي تعمل بجد واجتهاد، فهي كانت تدرس كمساعدة طبيب وعملت في عيادة، كما أسست شركتها الخاصة بكاندي شوب لبيع العسل الطبيعي بمختلف أنواعه مثل العسل مع المكسرات أو العسل مع الزنجبيل وغيره. وتمكنت هناء من خلال عملها الخاص من تحقيق نجاحاً، حيث حازت منتجاتها على تقييمات جيدة. ولم تتوقف اللاجئة السورية عند هذا الحد، فهي تقوم بشكل مستمر بإلهام المتابعين لها بوصفات جديدة نالت إعجابهم مثل كيفية صنع البقلاوة. ولتلك الأسباب تم اختيار هناء كأفضل قادمة جديدة لهولندا، حيث عبرت عن سعادتها بهذا اللقب ناصحة جميع القادمين إلى هولندا بوضع أهدافاً وخططاً لحياتهم وأن يعملوا بجد ومثابرة. هناء لم تكن السورية الوحيدة التي نالت لقب أفضل القادمين الجدد، بل أن المصور الصحفي السوري منيب تيم الذي يصنع قصصاً صحفية مصورة يركز خلالها على القضايا الاجتماعية حاز أيضاً على ذات اللقب، لكن عن فئة المبدعين. فمنيب بدأ حياته المهنية في سن صغير، فمنذ أن كان في 12 عاماً حيث علم نفسه التصوير مستعيناً بأدوات شقيقه الصحفي. وكان لمنيب دور كبير خلال سنوات الأزمة السورية، ففي عام 2014 كان يغطي الأوضاع في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية بريف دمشق وفي إدلب وحلب، كما وثق يوميات الأزمة. ولبصمة الصحفي السوري المميزة حاز على جوائز أوروبية عديدة، كما أن العديد من وسائل الإعلام العالمية والهولندية استخدموا صورته التي التقطها أثناء الأزمة. ولتميزه الشديد شاركت أعماله في معارض عدة حول العالم كمعرض روما الدولي للفنون في إيطاليا عام 2023 ومعرض آخر في ألمانيا. أما عن فئة الرياضة، فاللاجئة السورية منى داهوك حازت على اللقب لممارستها رياضة الجودو التي تمارسها منذ أن كانت في 6 من عمرها في العاصمة السورية، حيث كان يدربها والدها. فبعد رحيله خلال سنوات الأزمة قررت منى اللجوء إلى هولندا، وعقب وصولها أكملت شغفها بالرياضة لتشارك فريق اللاجئين التابع للاتحاد الدولي للجودو وتدخل العديد من المسابقات الدولية.